كافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا. بنقبل الأيادي يا سيدنا، بنقبل الأيادي يا سيدنا. أهلا وسهلا، أهلا بك يا سيدنا، وكل سنة ونيافتك طيب. وفي البداية حابين نستعرض مع نيافتك أهم الأحداث اللي حدثت في الإبرشية من تجديد وتعمير الكنائس زي كنيسة القديسة فيرينا وكنيسة القديسة العذراء مريم وبابا كيرلس السادس. شكرا جزيلا على استضافتكم والمتابعة الجميلة دي. وزي ما حضرتك من السنة اللي فاتت كان العالم كله بيمر بوباء الكورونا، والكنيسة كانت بتقوم بدور مميز في أثناء الوباء. فمن جانب كنت ان احنا نحرص على استمرار عبادة في الكنيسة، يعني القداسات ما كانت بتتوقف تماما، يعني كان مثلا حدودنا حدود الحضور مثلا ب 30 او بعد كده ب 50 كده، فكنا بنتجاوب ونتحدث على الانترنت والناس كانت بتحجز وتيجي تصلي. فكنا بنتجاوب، دي برضو اكثر في عندنا هنا في امستردام الكومبلكس عندنا كذا مذبح، فكنا في اليوم الواحد بنعمل مثلا عده قداسات عشان عدد اكبر من الشعب يقدر يحضر يحضر ويكون حرص على التقدم للأقدار المقدسة. وهكذا أيضا في كل الخدمات طول السنة، يعني سواء تسبيحة كياحة أو أسبوع البصخة أو نهضة العذراء إلى آخر هذه المناسبات الجميلة. عظيم. من الجانب الرعوي أيضا اهتمينا بأن احنا نفتقد أولادنا بوسائل الاتصال الحديثة يعني، وحتى برضو خدمات كنا بنقدم خدماتنا لمدارس احد اجتماعات الشباب او تعليم اللغه القبطيه او اعداد الخدام او مع السيدات او درس الكتاب سواء العربي او الهولندي. تمام. كنا برضه عن طريق وسائل الاتصال الحديثه حرصنا ان احنا نستمر ما نتوقفش ابدا. ايضا في بعض من ابنائنا اللي هم الشباب المغامرين اللي هم العماله المؤقته كانوا نسبة كبيرة منهم كانت بدون عمل يعني وبدون دخل، فكنا بنساهم معاهم. قعدنا أكثر من سنة ونص وإحنا بنحرص كل يوم ساعة الغذاء نقدم وجبة جاهزة، تتطوع مجموعة من السيدات بتقديم وجبة ساخنة في عرض كل يوم. سنة ونص يا سيدة، كنا بنوصل في اليوم أكثر من 100 أو 120 سنة وجبة. ونص يا سيدة، سنة ونص متواصلة. أيوه سنة ونص متواصلة يا سيدنا. كنا بنقدم هذه الخدمة يعني. جميل يا سيدي. وهكذا حتى في الأيام في الأعياد اللي في ناس كتيرة ما قدرتش تيجي تعيد بسبب إن العدد كان محدود اللي يجي يصلي في الكنيسة، حرصنا إن احنا نبعت لهم الهدية بتاعة العيد طريق بعض الشباب المتطوعين والخدام توصل لحد البيت، يعني كان برضه وسيلة افتقاد ورعاية واهتمام ونحس بالناس. نحن فاكرينهم برضه حتى في الأعياد. عظيم. كانت لمحة جميلة للكنيسة يعني. عظيم يا سيدي. فنشكر الله يعني قدرنا نقدم وعملنا أسرة اسمها أسرة القديس نيكولاوس، كانت بترعى المرضى، أي حد مش قادر يجيب الدواء أو مش قادر يخرج يجيب طلباته الشخصية، كان بنقدم له رعاية واهتمام ونساعده عن طريق الخدام والخادمات. دي كلها خدمات جديدة يا سيدنا، يعني حاجات جديدة الخدمات دي لسه مضافة للخدمة قريب؟ سوري؟ كل الخدمات دي خدمات جديدة لسه مضافة العام ده، لسه جديدة السنة دي، يعني تحديدا بعد الإجراءات الاحترازية اللي خدناها وبقى مفيش حضور كتير، بقى في خدمة كتير عن طريق السوشيال ميديا، كل الخدمات دي يا سيدنا كانت خلال العام ده العام الحالي؟ طبعا. يعني هي كان صعب جدا، يعني هي دوبك الامور اتفتحت في فتره محدوده جدا حوالي شهرين او شهرين ونص، ورجعت تاني. حاليا احنا في اغلاق تام، يعني ما فيش اي حياه، ما فيش اي حركه، الدنيا مقفوله خالص عندنا هنا. طب يا سيدنا في النهايه كده حابين يعني نيافتك تقول ايه للشعب القبطي بمناسبه العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد؟ كل سنه عام وهم طيبين، ويا رب سنه سعيده تبقى احسن من اللي فاتت، وربنا يرفع الوباء عن العالم، واحنا المقبض شعب مصلي وشعب صائم وشعب محب للمسيح وللخدمه، ونستمر صلواتنا وطلباتنا وربنا يرفع صلواتنا هذا
صعب، دخل العالم في نقاط شديدة جدا، ربنا ينجينا منها إن شاء الله.